الحاقة ما الحاقة وما أدراك الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأن فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى هلك عني سلطانيه
ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وأما من خاف مقام ربه وتذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقوال به ولهن النفس عاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين فسبح باسم ربك إن الجنة هي المأوى الحاقة وما أدراك ما وأما من خاف وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد خاف مقام ربه ونهى قام ربه ولها النفس عن فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية الهوى لهم من باقية وجاء فإن الجنة المأوى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى